السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل المراجعة على المتجهات، فيزياء منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. حنحل المسألة رقم 14، حيكون موضوعها على فرق المتجهات، يعني طرح المتجهات جبريا، مثل ما كنا نقول جمع المتجهات جبريا، هون طرح المتجهات جبريا. عم يقول لك السؤال اطرح المتجه K من المتجه L الموضح في الشكل 9. اذا R وتساوي ل L ناقص K، هذا طرح جبري، يعني باخذ قيمة L مقدار مع اتجاه وقيمة K مقدار مع اتجاه، وبعوض 6 سالب ضمن قوس سالب الأربعة، لأنه الكي مقدارها أربعة واتجاهها غربا، تطلع 10. أو في طريقة تانية، منحول عملية الطرح هذا إلى عملية جمع. كيف إلى عملية جمع؟ بهذا الشكل، موجب سالب كي، يعني السالب كي بحط ضمن قوس. شو معنى السالب كي؟ يعني متجه كي بس معاكس لإله، فكي وين اتجاهه؟ غربا. إذا أنا هاخد اتجاهه شرقا، المقدار 6 ومقدار كي المعاكس لكي الموجود عندك، يعني سالب كي عبارة عن موجب 4، لأن كي بالأساس سالب 4، المتجه المساوي له في المقدار والمعاكس بالاتجاه هو موجب 4.0، وتساوي لموجب 10.0 في الاتجاه الموجب. في أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.